يا ما شوفي تلفون جديد هذا اليوم اشتريته. ها تلفون جديد اشتريته اليوم ببكيلي. شريته جديد. جديد شريته. مبروك ابنيتي تهنى فيه. الله يرضى عليك. الله يبارك فيك يا رب. تهنى فيه يا اما يا حبيبي. تاخذي لي صورة تصوريني. مش فاهمة يا اما. بدي تصوريني على التلفون. صورني. لا انت تصوريني. صورة. بدي اشوف كيف صورته بس. هي. الله يا اما ما بعرف. لا هاي الكاميرا هيك وبدك على في النص تحت هي شايفتيها؟ هانا. يا اما. يلا. علي ايوه. هيكيت. بسم الله. اعوس ما عاس. يلا. بسم الله ما شاء الله. يا صلاتك يا محمد. بسم الله. يا صلاة النبي يا ام عليك. الله يحميك ويخليك لشبابك ويبارك لي بعمرك. ما شاء الله يا ام عمر. امر والله يا ابني صرت عريس. الله يسلم ايديك يا ام. حلوة بتجنن صورة. الله يسلم ايديكي يما. مش فاهمة يما. حلوة يسلموا ايديكي. ما شاء الله عليكي. شو هذا؟ الله يحلي ايامك يما. ما شاء الله عليكي يما. الله عليك. بتعرفي شو؟ بدي انزل الصورة على الفيسبوك هلا. مش فاهمة. الصورة حلوة بدي انزلها على الفيسبوك. والله يما ما بعرف شو بتقولك. زي ما بدك يعمل يما. والله ماني فاهمة عليك. اعطيت امي هاتفي لتلتقط لي صورة، وبعد أن انتهت قالت لي ما أجملك. أمسكت الهاتف لأرى الصورة، لكني لم أرى إلا صورة نصفها الفارغ ونصفها الآخر غير واضح، ولم أرى نفسي فيها. بدأت أضحك وأنظر للصورة وأقول لها ما أجملها، إنها أفضل صورة التقطت لي. لم أوضح لها بأن الصورة أشبه بصورة التقطها طفل بالخطأ. لم أقل لها بأنها كانت تمسك الهاتف بالعكس، ولم ألم عينيها لأن نظاراتها الطبية لم تساعدها. لكن كيف رأتني جميلا وهي لم ترى الصورة؟ لكن كيف رأتني جميلا؟ كيف رأتني جميلا وهي لم ترى الصورة؟ وهي لم ترى الصورة؟ وهي لم ترى الصورة؟ كيف؟ نزلت على الفيسبوك يما. نزلت على الفيسبوك الصورة. يسلموا إيديكي. ممتاز الصورة. الله يرضى عليك يما.